مسلسل برلين تبدأ قصة المسلسل برجل اسمه برلين وشو زوجته وهي تتركة أو تنهي علاقتها به أو بعد هي تسافر وهنا برلين يروحوا يا فريقه على مود يقومون بعملية سطو مسلح أو برلين عرفنا على فريقه وهو يبدأ بالشاب كيلا واللي هي مهندسة إلكترونية عبقرية بالهندسة والثاني هو روي اللي هو بارع فتح الأقفال أما الثالث فهو اسمه داميان واللي هو جامع بين وظيفتين بالصباح هو أستاذ جامعي أو بالمساء هو العقل المدبر العمليات السرقة والرابع يكون اسمه بروس واللي هو يقدر يتعامل ويا كل أنواع الأسلحة وهسه يروح برلين وفريق الحفلة عشاء رجال أغنياء وهم تنكروا على أنهم شرطة وبرلين دخل للحفلة وأخذ رجل اسمه أنتوني أو قال له أنه أنت متهم بسرقة قطعة أثرية فأنتوني جبر أنه يفتح الخزنة مالته وهو فتحها إلهم على مود يشوفوها وبرلين قال لأنتوني أنه أنا مو شرطي وأنا راح أخذ الكأس المقدس من خزنتك أو بالمقابل أنا ما راح بلغ عنك او بعدها اخذ الفريق مالته وطلع من المكان او بعد 10 ايام انضمت للعصابه بنيه جديده اسمها كاميرون واجتمعوا الفريق على مود يخططون لعمليه سطو جديده او برلين جاب الكاس المقدس وقال لهم انه سعر هذا الكاس هو 40,000 يورو واحنا راح نخلي الكاس يجيب لنا 44 مليون يورو فهنا الفريق استغرب من كلامه وهو انطى المطرقه لداميان وداميان كسر الكاس وقال انه هذا راح يكون طريقنا لسرقه 44 مليون من الجواهر وإحنا راح نسرق جواهر من الأسر الملكية الأوروبية اللي متواجدة ب 34 وحدة وهنا داميان خلى الكأس بمادة كلوريد الألمنيوم أو برلين بدأ يشرح لهم أول خطوة أو قال لهم أنه إحنا نسكن بهذا الفندق لأن هو قدام مبنى الرجل اللي اسمه فرانسو وهو اللي يعرف بموعد بدء المزاد وبثاني يوم برلين وعصاب تزارة والأب تورو أو برلين عرف على نفسه وهو عرف على أنه هو بروفيسور بجامعة أو قالوا له أنه هو جاي على مود يبحث عن آثار فقدموا له مخطوطات تعود للقرن الخامس والمخطوطات تنص على انه اكو جوا الكنيسة مال التورو كنز ثمين فتورو تفاجئ ووافق على العمل وهنا هم نزلوا جوا على مود يشغلون الرادار ولما شغلوه بين انه اكو بالارض بقايا كنوز وتورو ثق بكلامهم ووافق على عملية الحفر ونعرف انهم راح يخلون الكأس بداخل الارض على مود لما يحفرون قدام تورو يبين اكو كنز وبهيك حالة هو راح يسمح لهم انه يحفرون اكثر وبعدها هم راح ياخذون كل الوقت بالسرداب لان السرداب بمدخل يوصل لدار المزاد وبهاي الحاله برلين راح يقدر يسرق المجوهرات من الاسر الملكيه بعدها ننتقل الروي وكاميرون وهم تجهزوا وراحوا المنزل فرانسو وقدروا يفتحون قفل الباب بدون ما احد يشوفهم وهنا اجى دور كيلا وهي خمنت باب الخزنه مالته عن طريق برنامج تخمين وبعدها خلوا بالمنزل 12 كاميرا صوت وصوره وقبل لا يطلعون من البيت انفتح الباب وهم قدروا انه يقتلون بس الرجل ما شافهم او بعدها هم طلعوا بسرعة او بالليل برلين ما قدر ينام بسبب حب زوجته اللي تركته فهو لقى داميان سهران على المراقبة او برلين قال له روح نام وانا راح اراقب الكاميرات او بالفعل بدأ برلين يراقب وهو بدأ يراقب بفرانسو زوجته اللي اسمها كاميل او كاميل قامت من النوم وراحت للصالة وغيرت ملابسها وطلعت اما برلين فهو بدل وطلع وراها وشافها وهي دخلت الحانة وهنا هي قعدت ويا صديقاتها او كانت المغنية تغني او بعد ما انتهت من الغناء قالت انا راح اعرفكم على صديقتي كاميل وهي مغنية فكاميل غنت وبرلين كان متأثر بغنائها وبعدها طلعت ويا صديقاتها وسهرت الوجه الصبح والصبح رجعت للبيت ونامت وباليوم التالي الفريق دفنوا الكأس بسرداب الكنيسة فبرلين قال لداميان انه انا البارحة قابلت بنية جميلة بالحانة وانا كلش حبيتها واريدك تجي وياي على مود احاكيها فداميان قال له انه البارحة ما لقيتك بالبيت وانا شفت الكاميرات وكاميل ايضا ما كانت بالبيت وهذا معناتها البنية الجميلة هي كاميل فبرلين قال له صحيح بس شنو المشكلة فداميان قال له انه احنا حاليا بفوضى واحنا عندنا عمل وانت تريدني اروح وياك على مود نلتقي بزوجة الرجل اللي راح نسرقه او كمل كلامه وقال له اكو 4 مليار بنية بالعالم روح ودور غيرها او لا تعرض الخطة مالتنا للخطر فهنا اجى الاب تورو والفريق قالوا له انه الاشارة بهذا المكان قوية جدا فبداوا يحفرون او بعدها طلعوا الكأس اللي ضموه فتورو فرح بيه صدقهم او برلين قال له راح نحتاج 3 أسابيع للحفر فتورو قال لهم انا راح اجيب لكم رخصة استخدام الشوارع او بعدها برلين اخذ روي ووقف قدام الحانة ينتظر كاميل ولما اجتي هو قال لروي انا راح ادخل او بعد دقيقتين تعال علي او كأنه انت صديق قديم ما شفتني من سنوات طويلة فبرلين اخذ كتاب ودخل للحانة وهو قعد على مقربة منها او قال لها انت كاميل فهي قالت له نعم وهو قال لها انه انا اسمي سيمون واني اجيت الباري زيارة وسمعتك البارحة تغنين
وتوقعت ألقى أغاني إيليتش، فهي قالت له أنا ما عندي تسجيلات صوتية بحسابات عامة، بس أنا عندي اسطوانات غنيتها أو بهن أغاني مشهورة. أو برلين قال لها أنا رح أخمن أغنيتين عندك، وإذا تخمينه صحيح رح تاخذين المكان استثنائي. فقال لها الأغنية هي واحدة من عندهم فانيسا باراداي، والثانية اسمها فينيسوس دي مورايس. فهي قالت لك تخمينك صحيح. أو برلين عرف أسماء الأغاني من خلال مراقبته للبيت مالتها. أو بعدها إجا روي، فبرلين ترخص منها وراح قعد ويا روي على طاولة. أو قال له إذا باوعت علينا وابتسمت يعني الخطة مالتنا نجحت. فكاميل كملت قهوتها أو طلعت من الحانة، وهي ما باوعت على برلين أبدا. فبرلين عصب وطلع من الحانة. وبهذا الوقت باقي الفريق فتحوا نفق الكنيسة أو دخلوا جوه أو شافوا مقبرة قديمة. فهنا وصلوا للمكان اللي راح يحفرون به الجدار اللي يوصل لدار المزاد، وبدوا بالحفر. وبنفس الوقت برلين كان يتصفح بحساب كاميل، فروي كان يراقب الكاميرات، وهو شاف كاميل اتصلت بزوجها وقالت له احنا لازم نروح الحفلة دار الأوبرا لأنه راح يشاركون به أصدقائي. فزوجها قال لها أنا ما أقدر لأن أنا عندي موعد عشاء بالسفارة الإيطالية. فكاميل قالت له أنه أنا أحضر كل حفلاتك المهمة، لكن أنت ما تحضر وياي أي حفلة أنا أطلبها منك. وهي كملت كلامها وقالت له أنه أنا راح أروح لوحدي. وبعدها غلقت الاتصال. وهنا برلين جهز بدلته على مود يروح ويا الحفلة دار الأوبرا. وهسا نرجع للفريق ونشوف الأبتور وإجاهم وقال لهم ممكن تعيرون الكأس لأن أنا راح أسافر لإسبانيا، أو أنا راح أمر للجامعة مالتكم وأشوف الكأس للعميد. فداميان قال له أنه إحنا ما نشارك أخبار عمليات الحفر لحد ما ننتهي، وهذا الشيء عود لأسباب أمنية. فالأبتور قال لهم أنه هاي كنيستي ولازم أقول له عن هذا الإنجاز، وهو راح للكأس وأخذه وبسرعة طلع. فهنا داميان اتصل ببرلين وقال له على اللي صار. أو برلين كان يفكر بكاميل وقال أنه الدنيا انطتنا فرصة حتى نروح للأوبرا سوا، وأنا لازم أختار بين أمرين يا أما المال أو الحب. فهنا هو قرر وقال روي أروح للأبتور واعترض طريقه، وبعدها أخذ الكأس ولا ترجع بدون ما تنفذ هذا الكلام. فهو طلع من الغرفة وراح الكاميل، وهنا كاميل طلعت من المبنى فقال لها مصادفة حلوة، أنا أسكن بالفندق اللي قدام الشقة مالتك، وأنا فكرت باللي حكيته اليوم وأريد أبرر إليش تصرفي. فهي قالت له أنه أنا مستعجلة أو لازم أروح. فبرلين قال لها خليني أروح وياك أو خلال مشينا بالطريق نحكي. فكاميل وافقت وهم راحوا للحفل. وهنا كاميرون استعارت دراجة بروس وأنطتها روي على مود يروح بيها، وقالت له ما راح تقدر تسرقها من عند لوحدك، ولهذا السبب أنا لازم أروح وياك. فهم وصلوا لهناك وشافوا الأبتور موجود على الباب. أو كاميرون قادت الدراجة بسرعة عالية، وروي تولى مهمة السرقة أو سحب الحقيبة من إيد تورو، لكن تورو بقى لازم الحقيبة. وحراس الكنيسة لما شافوه إجوا وضربوا كاميرون، وقعت هي وروي من الدراجة. فكاميرون ركضت على الحقيبة وأخذتها وهربت، وأيضا روي هرب وراها، والحراس بسرعة صعدوا بالدراجة وراحوا وراهم. لكن كاميرون وروي دخلوا بنص عرس وسرقوا سيارة العروس وهربوا، والحراس كانوا وراهم ملاحقيهم من مكان إلى مكان. وهنا كاميرون وروي وصلوا الجنازة وانجبروا أن يوقفون السيارة. وبعدها روي شاف الجراج وأخذ كاميرون وختلوا بداخل الجراج، وبسرعة الحراس وصلوا وشافوا الجراج مفتوح فدخلوا بي. وأما هم الاثنين فهم كانوا خاتلين بين السيارات. فكاميرون قالت له أنه إحنا ما راح نقدر نتحرك وهم راح يسمعون صوت خطواتنا. فروي قال لها أنا راح أخلي السيارة تشغل جرس الإنذار، وأنتي وهربي بذاك الاتجاه وشغل جرس الإنذار مالت السيارات. وفعلا نفذوا الخطة وشتتوا انتباه الحراس. وبعدها روي قال لها أنه السيارة اللي قدامنا ما بيها نظام حماية وإحنا لازم نسرقها ونهرب بيها. فكاميرون راحت ويا للسيارة، ولما حاول يشغلها اتفعل بيها الإنذار وتوقف التشغيل. فالحراس سمعوا صوت الإنذار، وهنا هم الاثنين ختلوا بالمقعد الخلفي. وبعدها اختفى صوت الحراس. فروي وكاميرون طلعوا وجربوا أنه شغلون السيارة مرة ثانية، وبالفعل هي اشتغلت ومشوا بيها. وهنا الحراس طلعوا وكان بيد الحارس طبر، وهو ضرب السيارة بالطبر وانشق التاير واندعمت السيارة. وكاميرون وروي نزلوا من السيارة ورغضوا باتجاه الباب. وبعدها طلعوا لهم الحراس وحاصرهم من كل الجهات، وهم رشوا عليهم ماي قوي ووقعوهم بالأرض. وبعدها وقع من عندهم الكأس المقدس فالحارس أخذه، أما كاميرون وروي فهم هربوا من المكان. وبهذا الوقت كاميل وبرلين رجعوا بتاكسي، وهو كتب لها الرقم مات على إيديها. وباليوم التالي كاميرون وروي التقوا بداميان وقالوا له باللي صار. فداميان طلع لهم الكأس وقال لهم أنه الأبتور إجان الصبح ورجع للكأس، وقال لي أنه بعض اللصوص حاولوا يسرقوا من عندك، وهو قال أنه راح يأخذ إجازة لمدة أسبوع. فداميان قال لهم أنه لازم بهذا الأسبوع نكمل الحفر. وبهذا الوقت كاميلا اتصلت على برلين وقالت له أنه أنا ردت أقول لك أنه أنا بنية متزوجة
الزوجة، لكن أتمنى أتعرف عليك أكثر. وكملت كلامها وقالت إيش وقت راح تنتهي رحلتك بباريس؟ فبرلين قال لها إنه باكر هو آخر يوم. فهنا إجا روي وبرلين قال له إنه أنا قلت لها باكر راح أغادر باريس على مود تستعجل وتعترف لي بإعجابها، وأنا متأكد بعد ساعة تتصل بيه. فهنا كامل دقت الباب، وبرلين لما فتح لها الباب قالت له أنا أقدر أدخل. فبرلين بالبداية رفض وقال لها إنه أنت بنية متزوجة وأنا ما أقدر أدخلش الغرفتي وأنا ما أريد أكون طرف ثالث. فهي قالت له أني أتفهم رفضك لأن أنت شخص نزيه، وهي تركتها وراحت. أما برلين فهو دخل للبيت وهو ضايج، فروي قال له أنه أنت سويت الصح لما رفضتها. وبرلين رد عليه وقال له أنه الغرفة مليئة بالكاميرات والتلسكوب موجود على بيتها، ولهذا السبب أنا رفضتها وأنا نادم على هذا القرار. فهو بسرعة لحقها وارتبط بيها وصاروا كل يوم يلتقي بيها، بينما الفريق كان يشتغل على تنفيذ خطة السرقة. وبعد عمل طويل قدروا أن يوصلون الجدار دار المزادات. وبرلين أثناء شرح للخطة قال للفريق أنه بعد ما نعبر الجدار لازم نوصل للجانب الخلفي من الخزنة، وإحنا راح نواجه جدار آخر من الطوب الخرساني وهذا يحمل خزنة، وإحنا ما نقدر نزيل الطوب الخرساني لأنه راح نواجه كاميرات اثنين بداخل غرفة الانتظار، واللي يراقبون الكاميرات هم اثنين حراس، واحد موجود بمكتب الاستقبال والثاني موجود بالقبو قدام الخزنة. ونحتاج نبعد الحارسين عن الشاشة لمدة 3 دقائق، ومهمتكم أنه تراقبون تحركاتهم بالكامل. فالفريق عرفوا أنه الحراس يطلبون البيتزا على الساعة 8 مساء، وهنا كيلا اخترقت خطوط الاتصال مالت الحرس على الساعة 8، والفريق اتجهز على مود يدخلون للخزنة. أما برلين فقال لهم قبل الدخول لازم نعصب الحارس ونوصل الأكل بارد ومتأخر. فوروس راح ونفذ الخطة، والحارس يتعصب واستدعى الحارس الثاني، وهنا تجي المهمة التالية أو باقي الفريقين يزيلون الطوب الخرساني ويدخلون للغرفة. أو بينما الحراس كانوا مشغولين ويا بروس، كيلا وداميان عطلوا كاميرات المراقبة، فبروس بقى يستفزهم لحد ما ضربوه وهو وقع على الأرض أو سوى نفسه يعاني من نوبة صرع، والحراس ما قدروا يتصلون بالإسعاف أو الشرطة لأن هم راح يتحاسبون. فهم حاولوا ينعشوا بنفسهم، وبهذا الوقت كيلا قدرت تخترق الكاميرات وتفعل التحكم عن بعد، وطلعت هي ودايمان من الغرفة. وفجأة أبروس صحى من النوبة وهم دفعوا للحساب وطلع من المبنى، وبالفعل نجحت الخطة وسيطروا على الكاميرات بالكامل. بعدها كيلا شغلت التسجيل المكرر للحراس، والفريق دخل الغرفة الخزنة، وهم قدروا أن يقطعون الحديد أو يسحبون الباب للأعلى، وهم تركوا مسافة على مود يقدرون يدخلون إلها، وأيضا على مود يطلعون بدون لا تبين للحرس، والخزنة كانت فارغة تماما. كيلا اتصلت ببرلين وقالت له أنه إحنا قدرنا ندخل للخزنة، وبرلين قال لها بيوم المزاد راح تمتلئ الخزنة وإحنا راح ننفذ الخطة مالتنا ونسرقها، ولحد ما يجي يوم المزاد أرجعوا لأنه هسه خلونا نستمتع بوقتنا بباريس. وبعدها اجتمع الفريق، وزوجة داميان اللي اسمها كارمن اتصلت على داميان وقالت له خلينا ننفصل. فداميان رفض وقال لها خلينا ناخذ مساحة لفترة وبعدها إحنا نرجع. فهي أصرت وقالت له أنه هذا الحل النهائي، وبسرعة غلقت الخط. وبعدها بروس وروي وكاميلا طلعوا يحتفلون، وبروس قال لروي مكتب تأجير الدراجة يتصلون عليه لأن هم يريدون الدراجة وهم راح يبلغون الشرطة. فروي قال أنت قدمت بجواز مزور وهم ما راح يعرفون عنوانك. أوكيلا قالت الجواز يحمل صورته الحقيقية وبسهولة هم راح يتعرفون عليه. فروي قال له أنه هي عند حراس الأب تورو. وبهذا الوقت كاميران وداميان كانوا بالفندق يراقبون منزل فرانسو، وكاميران لاحظت على داميان الحزن فهي سألته، وهو قال لها أن زوجتي انفصلت عني وأنا أريد أرجعها. وكاميران قالت له أن زوجتك على أغلب عندها حب جديد ولهذا السبب هي نهت علاقتها بيك على التليفون وهي ما انتظرتك ترجع. فداميان تركها وراح لغرفته. وبعدها برلين وكاميل سافروا وخرج المدينة، فاتصل عليها زوجها وقال لها تركتي إيميلش مفتوح باللابتوب مالتي وأنا قرأت الرسائل الغرامية مالتك. وكاميل قالت له خليني أفسر لك. ففرانسو سد الخط بوجهها، وكاميل حكت البرلين اللي صار وطلبت من عنده أنه يتركها لوحدها. فهنا برلين طلع من الغرفة وكان فرحان بهذا الخبر لأنه فرانسو راح يطلقها وبهيك حال هو يقدر يأخذها. وبهذا الوقت كاميرون راحت الغرفة داميان وهو قال لها اكتشفت زوجتي جاي تخوني فعلا، وهذا الشيء من خلال صورها اللي متأنقة بيهن ومن خلال فاتورة الهاتف مالتها اكتشفت انه هي تتصل بشخص بغيابي. وكاميرون جاوبتها وقالت له عفك من هذا الكلام، الجواهر وصلت ولازم نسرقها اليوم. وبعدها روي اتصل ببرلين وبرلين قال له انا راح امدد اجازتي. فروي رد عليه وقال له ما نقدر لانه لازم نسرق الجواهر اليوم. وهنا برلين سد الخط وراح الكاميل، وهي قالت له انه فرانسو قال انه هو عذرني على الخيانة وهو ما راح ينهي علاقته بيه وهو يريد يلتقي بيك. فبرلين قال لها
لها أحتاج وقت أستوعب اللي دا يصير، وهو تركها وراح، ولما راح ركب سيارته واتصل بروي وهو حكى له كل شيء صار وياه ويا كامل. فروي قال له انسى موضوعها واتركها، وبرلين قال له مستحيل أخليها تبقى وياه، وأنا راح أخذها منه مهما يصير. وهنا هو وصل للسرداب، ففرانسو جاب المجوهرات كلها وخلاها بالخزنة وقفلها، وراح للحارس على مود يسجل أسماء المجوهرات. فالفريق جهز للسرقة، وداميان قال له إنه صار لك يومين أنت مختفي أو جاي تعرضنا للخطر. فبرلين رد عليه وقال له شلت الكاميرات من بيت فرانسو، وهم قالوا له لا. وبرلين قال لداميان إنه أنت اللي معرضنا للخطر لأن أنت ما شلت الكاميرات. وبعدها هم لبسوا بدلاتهم وكل عطلت الكاميرات بالكامل، وهم دخلوا المكان الخزنة، وكاميرون فتحت الخزنة، وهم دخلوا وبدوا يسرقون المجوهرات بالكامل. وهنا برلين شال قلادة تعود الحاكمة بولونيا، وقال إنه هاي الأشياء هي اللي تنطي قيمة للحياة. وداميان كان مزعوج بسبب خيانة زوجته، فرد عليه وقال شلون تعرف هذا الشيء؟ وأنت من الأنذال اللي خربون الزواج، وأنت تغربني متزوجة من أجل نزواتك. فبرلين قال له ما كانت نزوة. وداميان جاوب وقال علاقتكم كذبة، اسمك وهمي وهويتك وهمية، وكلها كم يوم وتختفي من حياتها بالكامل. فبرلين قال له أفضل من زواجك التمثيلي. وبعدها داميان دفع برلين على جدار الخزنة، والصندوق وقع من إيده. وفرانسو لما سمع صوت الصندوق قال للحراس، والحارس قال له أنه هذا صوت توسع الفولاذ ودائما أني أسمعه. وفرانسو قال له افتح باب الخزنة أريد أتأكد، والحارس قال أنه الخزنة إلها خاصية قفل ما تفتح هسه. وفرانسو قال له تحقق من غرفة الانتظار. وكيلا قالت للفريق رح يجون للغرفة ولازم يسدون الفتحة. وبروس ركض أو سد فتحة طوب الخرساني، وكاميرون سدت فتحة باب الخزنة عليهم، فهم انحبسوا بالخزنة. ولما الحارس فتح الباب ودخل، كيلا طفت التسجيل المكرر على غرفة الانتظار، والحارس لما تحقق عرف انه كل شيء تمام وطلع. وفرانسو هنا راح للبيت، فالفريق جمعوا المجوهرات، اما برلين وروي فهم اخذوهم للفندق، او باقي الفريق رجعوا كل شيء مثل ما كان. او بالليل برلين اخذ روي وراح على مود يزيل الكاميرات من بيت فرانسو اثناء نومه. او برلين دخل الغرفة فرانسو واستخدم مادة الكلوروفروم واللي هي مادة منومة، وهو نوم فرانسو. وروي شافه وقال له انه المنوم ما كان جزء من الخطة. او داميان ما غلط لما قال انه علاقتك الغرامية جاي تعرضنا للخطر. فبرلين قال له انه انت كلب مخلص وهذا الشيء اللي اني احبه بيك، بس لا تنسى انه انت حرامي فلا تنطيني درس بالاخلاق. وبعدها برلين راح لغرفة فرانسو وسرق ملابسه وتليفونه وسيارته، او طلع الوجهات الاخيرة اللي راح لها فرانسو، وهو شافه رايح المكان، وهذا المكان اسمه تشانتيلي، وهو راح لهناك وعرف انه فرانسو وزوجته عندهم بيت هناك. فبرلين خلى أدلة بالبيت، والأدلة تثبت انه فرانسو هو السارق للمجوهرات. وبعدها طلع ورجع للفندق، وعلى الساعة 3 بالليل الفريق طفوا الكهرباء على مبنى المزاد بالكامل على مود يقدرون يرجعون بث الكاميرات بدون ما احد يلاحظ. او بالفعل هم نجحوا بالخطة، واخر جزء اعادة جدار السرداب مثل ما كان، وهم تركوا الغراض المستخدمة بالحفر بداخل النفق وبنوا الجدار ورجعوه مثل ما كان. وبهذا الوقت برلين رجع ملابس فرانسو وتليفونه وسيارته لمكانهن. وبهاي الاثناء الفريق رجعوا للفندق ونظفوا غرفهم بعناية. وبعدها بروس راح الكيلا وقال لها انه جوازي محجوز يم مكتب تأجير الدراجات، وانا احتاج مساعدتك على مود احذف من السجلات مالتهم. فكيلا وافقت وراحت وياه بدون علم داميان، وهم وصلوا للمكان. وكيلا فتحت الحاسبة وبدت تدور على الجواز. فهنا بروس شاف بالغرفة الخلفية اربع رجال، واحد الرجال شاف حركة بالمكتب فهو راح على مود يتحقق من الامر. ولما وصل لقى كيلا قاعدة على المكتب، فقالت له انه انا اميل الموظفة الجديدة. والحارس قال لها او ميشل وينها؟ فكيلا شافت صورة ميشل وعرفت انه هي لاعبة حديد، وقالت له انه ميشل تعاني من اصابة. فالحارس صدق بكلامها، وبعدها اجوا بقية الرجال، والحارس عرفها الهم وقال لهم انه هاي الموظفة الجديدة. وكيلا توترت وخافت، لكن هي حافظت على هدوءها، فهي بدت تدور على الجواز ولقته، وهنا هي حاولت تحذفه بس الملف ما انحذف. وكيلا قالت للحارس النظام تعطل، فالحارس قال لها انا راح اطفي الحاسبه وارجع اشغلها على مود النظام يرجع طبيعي. وبعدها الحارس نزل لجوه حتى يطفي الحاسبه، وفجاه شاف بروس خاتل جوه الطاوله. فالحارس سحب سلاحه عليهم وقال لهم انطوني هويتكم، وبروس ضرب الحارس ووقع المسدس من عنده على الطاوله. فكيلا اخذت المسدس وسحبته على الرجال وهددتهم وقالت لهم وين الخزنه، فهم فتحوها الها. وكيلا بسرعه سرقت الفلوس اللي بيها وحذفت الجواز من السجلات. وعلى الطريق بروس سالها وقال لها ليش خلتينا نسرق هذا المبلغ القليل. فكيلا قالت على مود تبين للشرطة انه هي عملية سرقة. فبروس شكرها لان هي قدرت تحذف الجواز مالته. وبنفس الليلة روي وكاميرون راحوا يسهرون، وكاميرون سرقت قلادة
من القلادات الملكية ولبستها، فهم قرروا أن يسرقون سيارات غالية. وهم راحوا للحفلة أو سرقوا سيارة حمراء من رجل غني، أو بعدها راحوا لسباق سيارات وشاركوا به. أو نظام السباق هو أن البنات يصعدوهن فوق السيارة أو يربطون الأحذية بالسيارة على مدهن لا يوقعن. فورو يأخذ القلادة الملكية منها وضمها بالشاكيت مالته. أو بعدها كاميرون صعدت فوق السيارة وبدأ السباق. وهم كانوا يمشون بسرعة عالية. فبهاي اللحظة كاميرون اتصل عليها حبيبها السابق اللي يكون اسمه جيمي، وهي ذكرت ذكرياتها وياه وفلتت ايديها من الحبل. فروي شاف الحبل ينفتح او وقف السيارة او خسر السباق، وعلى اثر هذا الشيء انطهم السيارة. وهو اخذ كاميرون المستودع، فهي حكت له على جيمي اللي هو مغني وارتبطت به الفترة، وانتهت علاقتها به بسبب تعلقها. وكاميرون دخلت المصحة النفسية وشخصوا حالتها على انه هي تعاني من الهوس العشقي. وبعدها روي قال لها خلي نرجع للفندق، فكاميرون لاحظت القلادة ما موجودة بالشاكيت. وقالت روي القلادة وقعت بالسيارة. ولما طلع الصبح برلين رجع للفندق اللي بيه كاميل، وهو انتظرها تصحى. فهي اجت ودقت الباب، وبرلين قال لها انه انا ما راح اكون طرف ثالث، لازم تختارين لو اني لو زوجك. فهي قالت لها انه اني احبكم اثنيناتكم وما اقدر اختار واحد منكم. فبرلين قال لها اني اعتذر لان انا راح اغادر البلد. وبعدها الشرطة وصلوا، وكانت وياهم محققة اسمها لافيل، وهم فتحوا باب الخزنة وشافوها مسروقة. فهم اعتقلوا فرانسو كمشتبه به بالسرقة، لان هو الوحيد اللي عنده رموز ومفاتيح الخزنة. وبروسو كلا غادروا الفندق وركبوا الحافلة واتجهوا لاسبانيا عن طريق البر، واخذوا وياهم 3 حلب مجوهرات. وبعدها روي وكاميرون غادروا الفندق واخذهم داميان بسيارة، وايضا راحوا باتجاه اسبانيا. اما برلين فهو راح يتخلص من المعدات ويسافر لاسبانيا بالقطار. وبهذا الوقت كاميل وصلت للمبنى وشافت الشرطة ببيتها، والمحققة حققت ويا فرانسو وقالت له انت وين كنت البارحة. ففرانسو قال لها انه انا كنت نايم بغرفتي. فالمحققة شوفتها تسجيل الجراج وبين بيه انه هو ركب سيارته ساعة 1 بالليل. ففرانسو قال انه هذا مو اني، واكيد هو سرق سيارتي. والمحققة ردت عليها وقالت معناها انه هو سرق تليفونك ايضا، لانه احنا اتبعنا اشارة الهاتف وتبين انه انت رحت لبيتك بمنطقة شانتيلي. ولما تحققنا من البيت لقينا ادلة تثبت ادانتك بالسرقة، والافضل الك تعترف. ففرانسو قال لها انا ما اعرف شيء. فهنا هي قالت له انا رح اسوي عملية تحقيق واسعة النطاق واتأكد اني ما رح اسمح للمجوهرات بمغادرة فرنسا. وبهاي الاثناء كاميلا اتصلت ببرلين وقالت له انه زوجي متهم بالسرقة. فبرلين قال لها انه هو متعامل ويا اشخاص مشبوهين، فهي قالت له لا. فبرلين قال لها اهدئي واطمئني، لو زوجك رجل عصابة كان عرفت هذا الشيء، لان العصابات دائما يحملون اكثر من تليفون ويسافرون هواية. او كاميل قالت له انه هاي الامور كلها بيه، وهو عنده اكثر من تليفون وعنده خزنة ايضا. او كاميل قالت له معناها انا كنت اعيش طول هاي السنين ويا مجرم. وهنا هي صفنت او قالت انه هو مو غبي على مود يسرق خزنة هو امين عليها، واعتقد واحد تسلل للبيت او سوى هذا الشيء ولبس التهمة على فرانسو. فبرلين قال لها أن اللصوص يسرقون ويهربون، أو ما كلص يرجع يدخل المنزل سرق من عنده 44 مليون. فكاميرون ردت عليها وقالت له أنا كنت راح أترك وأختارك، لكن لما وصلت للبيت وشفت الشرطة قررت أنه ما أترك زوجي لأن هو متهم ظلما. وبهذا الوقت الشرطة خلت دوريات تفتيش بكل الطرق، أو داميان وصل لنقطة التفتيش. فروي خاف وحاول يهرب من السيارة، لكن داميان منعه وقال له راح نقول لهم أنه إحنا عائلة طالعة إجازة. فلما وصلوا لنقطة التفتيش الشرطة صعدت للسيارة وفتشوها، وداميان قال لهم انه احنا جايين ننقل رماد زوجتي المتوفية. والشرطة فتشت السيارة وشافوا الصناديق، لكن هم ما فتحوها واخذوا جرة الرماد. وقال لهم ان القانون يمنع ينذرف الرماد لان دي يلوث البيئة. فالشرطة كمل كلامه وقال له افتح كل الصناديق والطعام المعلب اللي موجود بالسيارة. وهنا كاميرون اخذت جرة الرماد وهربت بالخارج، والشرطة لحقوها ووقفوها. فهي وقعت الجرة ووقع الرماد منها، وكاميرون مثلت عليه وبدت تبكي على الرماد. فالشرطة عطفوا عليهم وتركوهم يروحون. اما داميان فهو اتصل على بروسو كيلا وقال لهم انزلوا من الحافلة وانصبوا خيمة بالجبل لان الشرطة راح تفتش كل شيء. وهم بالفعل نفذوا الكلام، وداميان وفريقه توقفوا بمكان وقرروا انه يبقون بيه كم يوم لحد ما الاوضاع تهدأ. وبهذا الوقت برلين كان قاعد بالفندق واتصل بروي وقال له انه هذا ذنبي لان انا نسيت قلادة من المجوهرات بجيبي وضاعت من عندي بسيارة السباق، لان انا كنت متعصب من عندك
او من طريقة تعاملك الي. فبرلين قال له انه اكو منفعين للمصيبة هاي، والقلادة اكيد بين ايادي المحتالين الصغار، وهم ما راح يروحون للشرطة ويسلموهم القلادة. والمنفعة الثانية هي انه انت شجعت ورديت على شخص غلط عليك، وانا رد اعتذر من عندك على كلامه وياك. فروي سأل عن كاميل، وبرلين قال له انه هي تركتني على مودة، وانا راح اصير قدامها شخص طيب واساعدها على مدى طلعة من السجن، وهي شيء اكيد راح تختارني الي وتتركه. او بعدها برلين راح على كاميل وانطاها مبلغ مالي ضخم، او قال لها خلي محامي شاطر لزوجك. فكاميل انعجبت بتصرفها وقالت له انت رجل خيالي، او كملت كلامها وقالت تعالوا ياي للسجن نزوره. او بالفعل برلين يوافق. وبهذا الوقت الشرطة لقوا السيارة الحمراء المسروقة ولقوا بيها القلادة، فاخذوا صاحب السباق وسألوه، وهو قال لهم انه انا ربحت السيارة بسباق من شاب عمره قرابة 23 سنة، وهو عنده وشم بايده، والوشم هو عنزة ذات قرنين، وايده الثانية يلبس بها قفاز اسود، ويا بنية سمرة وشعرها طويل، وهم جايين من اسبانيا. فهنا المحققة اتصلت باليوروبول الدولي، واليوروبول هي وكالة تطبيق القانون الدولي باوروبا، ووظيفتها ان يقدمون المساعدة للدول الاوروبية اللي محتاجة للمساعدة. والمحققة طلبت من عندهم المساعدة. وبالليل داميان اتعرف على ابنية بالحي اللي قاعد بيه، وهو قال لها ان زوجته توفت. وبعدها هو سكر واتصل بزوجته كارمن، وقال لها انا اعرف بيش خنتيني ويا شخص. فزوجته قالت صحيح انا خنتك ويا رجل اخر. وبالصدفة الابنية كانت بالحمام، وهي سمعت كل كلامه وعرفت بيه كاذب. وبهذا الوقت وصلت الفرنسا الضابطة من اليوروبول واللي هي من اسبانيا واسمها سيرا. وسيرا قالت للمحققة انه احنا عندنا باسبانيا مصطلح اسمه استراتيجية البقرة العجوز، ومعناه لما يضطر مزارع عبور نهر باسماك فتاكة يخلون اكبر بقراتهم سنا يعبرن اول شيء، ولما الاسماك الفتاكة تهجم على البقرة تعبر النهر بقية البقرات بسلام. وحاليا انا وانتي الاسماك الفتاكة والبقرات هم العصابة، وبرايك من البقرة العجوز؟ فالمحققة قالت لها انه البقرة العجوز هو الولد بالقفاز الاسباني والابنية السمرة الاسبانية. وهنا سيرا دخلت للخزنة وتحققت منها. وبعدها قالت للمحققة الاسبان هم اللي نفذوا عملية السرقة، ومن فرحتهم بالنجاح طلعوا بسباق. والمحققة قالت لها ومن البقرة العجوز هسه؟ فالسفيرة قالت انه البقرة العجوز فرانسو. وبهذا الوقت كاميل وبرلين زاروا فرانسو بالسجن، وكاميل قالت له انه برلين انطاني فلوس على مود اخلي لك محامي شاطر. ففرانسو رفض وقال اني اقبل المال بشرط واحد انه يكون دين، وبس ارجع اني راح ارجع هذا المال. فبرلين وافق وقال له خلال ايام احنا راح نطلعك من السجن. وبالليل كيلا تعرضت للدغة افعى، فبروس حاول يسعفها ويطلع السم لكن هو فشل، فقرر ان ياخذها على المدينة. فهو شالها على ظهره وركض باقصى سرعة، وهو وصل للشارع فشافه الشرطة، وبروس قال لهم على لدغة الافعى، فهم اخذوهم للمستشفى. وبهذا الوقت روي كاميرون كانوا يصيدون الاسماك، والشرطة اللي التقى بيهم بالطريق شافهم فشك بيهم، وهو بقى يراقبهم. وهو شاف روي بايده وشم العنزة ذات القرنين. وبعدها سيارة اتصلت بقسم المخابرات الجنائية باسبانيا، وطلبت من عندهم انه يدورون على سجل اجرامي الرجل بايده وشم العنزة ذات القرنين. وبهاي الاثناء الشرطة وصلوا كيلا للمستشفى، فوقع من عندها مخزن مسدس. والشرطي لما شافه أبروس سحب المسدس على الشرطي أو قال له أصعد للسيارة بهدوء. فالشرطي صعد وأبروس بقى ساحب سلاحه عليهم، وهو كان ينتظر كيلا تتعالج. أو كاميل وبرلين حطوا محامي، والمحامي قال لهم أنه 44 شركة محاماة جاي تشتغل بجد على مود الدين زوجك بالجريمة، لأنه السرقة هي من أسر ملكية، والأفضل إله أنه يعترف بالذنب ويحصل حكم 10 سنوات وبعدها هو يطلع. فكاميل عصبت من كلام المحامي وعافته وراحت. وهنا برلين قال للمحامي انه انت راح تروح للبيت وتدرس القضية، او باكر تقول الكاميل انه انت راح تطلع زوجها من السجن، والا راح ادخل لبيتك وافقدك وعيك واشربك حمض كلور الماء، وبهيك حالة انت راح تفقد النطق وتنسى المحاماة. وبعد ما راح المحامي كاميل طلبت انه تنفصل عن برلين، وهي طردتها من المنزل. وبهاي الاثناء داميان اتصل ببرلين، فبرلين قال انه انا بعدني بالفندق وما اقدر اغادر بسبب حب الكاميل. او داميان قال انه انا راح اجي واخذك وياي، وهو غلق الخط وقال الروي نظفوا المكان من بصماتنا. اما داميان فهو راح بالدراجة على برلين. وبهذا الوقت وصلت الباريس ضابطة اسمها ماريو، وهي التقت بالمحققة لافيل. وماريو قالت للمحققة انه ماكو سجل اجرام الشخص يمتلك وشم عنزة ذات قرنين. وبهاي الاثناء كاميل زارتها صديقتها المقربة اللي اسمها سوسي، او كاميل حكت لها مشكلتها وقالت لها اريد اعرف منو لبس هيك قضية. فسوسي قالت بالافلام عادة يكون العشيق هو اللي يسوي هيك، او ممكن يكون هو برلين هو السارق. وهنا ندق الباب، فبرلين اجا، او كاميل حضنته وسرقت مفتاح غرفته من جيبه. فبرلين
بسرعة نزل للريسبشن وبقى ينتظر وصول داميان. أو داميان وصل وقعدوا يحكون عن اللي صار وياهم. وبهاي اللحظة الشرطة عرفت حقيقة روي وكاميرون، وهم حصروا السيارة مالتهم بدون ما أحد يحس عليهم. أو كاميرون قالت روي إن المكان هادئ اليوم، فروي قال لها لأن الشرطة هنا ومحاصرتنا. أو بعدها كاميرون راحت لغرفة برلين وفتحتها، وهي شافت التلسكوبات اللي محطوطة على منزلها، ولقت المخطط السرقة المزاد، وأيضا لقت كل الصور والأدلة. وبنفس الوقت الشرطة هجمت على السيارة، وفجأة صار رمي من داخل السيارة باتجاه الشرطة. وبهذا الوقت روي وكاميرون نزلوا من جوا السيارة ودخلوا بالنفق اللي موجود جوا. فروي خلى مكبر صوت وحكى ويا الشرطة، أو قال لهم خلونا نتفاوض وانطوني 5 دقائق أفكر، أو خلي الفرق اللي خلف سيارتنا تنسحب. فالمحققة وافقت، وبهيك حالة هو شغل الشرطة عن السيارة وراح يقدر يبتعد مسافة أكبر. فسيارة كانت تراقب حركة مكبر الصوت. وبهذا الوقت بروس لبس ملابس الشرطة ودخل للمستشفى، وبسرعة أخذ كيلا وطلع. والمحققة قالت روي انتهت مهلة 5 دقائق، فروي قال لها أنا راح أنطيك مكان نصف المجوهرات واللي هن بصندوق بريد بشارع 33. وبعدها سحب مكبر الصوت. فسيارة قالت للمحققة أن مكبر الصوت دا ينسحب بالاتجاه نفسه وبنفس السرعة. وهنا هي راحت للسيارة ودخلت، وهي شافتها فارغة. وبعدها شافت سجادة على الأرض، ولما شالتها شافت بابه فتحته، وعرفت أنه راي وكاميرون هربوا من النفق. فهي نزلت دورية شرطة للنفق، وبنفس الوقت راي وكاميرون هربوا من النفق وطلعوا للشارع. وراي قال لها روحي للمتجر واشتري لاصق نايلون. وبعدها موريو اتصلت بالمحققة وقالت لها لقينا ثقوب كاميرات بكل أرجاء منزل فرانسو، وحللنا الكاميرات وعرفنا أنه تردد الكاميرات يوصل 100 متر. أو سيارة قالت معناها أنهم يسكنون بنفس المبنى. وميرا ردت عليها وقالت لا، وإنما هم كانوا بالمبنى المقابل للبيت واللي هو الفندق. وعلى الجهة الثانية كاميرون اشترت اللاصق وانطتها روي، وروي صعد فوق شاحنة وختل هو وياها وغطوا روحهم ولزقوا النايلون فاقاهم. وبهاي الأثناء كاميل طلعت من الغرفة وراحت للريسبشن وشافت برلين يغني. وداميان لما شافها عرف انه هي كانت بغرفة برلين، فهي طلعت ورجعت للبيت مالتها واتصلت بالشرطة وقالت لهم اريد احكي ويا المحققة لافيل. والشرطة قال لها انه هي رايحة بمهمة خاصة انتظر تكمل وتتصل بيج. فكاميل بدت تدور بغراز زوجها وشافت صور إله ويا بنية ثانية، وعرفت انه هو متزوج وعنده طفل. وصديقتها سوسي قالت لها انه فرانسو سافل لا تساعديه ابدا. وبعدها المحققة اتصلت بكاميل، فسوسي سدت الاتصال ومنعت كاميل انه تبلغ على برلين. وبرلين وداميان عرفوا انه كاميل سرقت المفتاح، فداميان قال له لازم نطلع قبل لا تبلغ الشرطة. وبرلين قال له لازم نحذف الادلة اللي موجودة بغرفتي، وهم راحوا للغرفة ونظفوها من الادلة. وبروس وكايلا وصلوا للبحر واخذوا قارب وهربوا. اما روي وكاميرون فهم ايضا هربوا بالشاحنة، والشرطة فتشوا الشاحنة بالكامل وما لقوهم، وبالفعل قدروا يهربون. اما برلين وداميان فهم كملوا التنظيف وخلصوا من الادلة وقبل لا يهربون. وصلت سيارتين شرطة للفندق، فبرلين عرف انه كاميل ما بلغت عنه، او قال لداميان لو بلغت كان وصلت اكثر من سيارة. او بعدها اتصل على كيلا وقال لها لازم تخترقين كاميرات الفندق او تحذفين الفيديوهات اللي مبين اني بيها. فكيلا قالت له انه اني حذفت كل التسجيلات اللي بيها احنا قبل لا اطلع. او برلين قال لها لازم تحذفين اخر ساعتين من التسجيلات لان انا وداميان مبينين بالكاميرات، واذا ما قدرتي فانا وداميان راح ننحبس. فكيلا شغلت اللابتوب مالتها وقالت لبروس وصلنا المكان بإشارة. وبنفس الوقت المحققة استدعت المسؤولة بالفندق، وهي انطت مواصفات كاميرون وايضا انطتها مواصفات روي. والمسؤولة قالت انهم كانوا ساكنين هنا وهسا انا راح ادور ملفهم. فهي لما دورت بالملفات لقت محذوفات. وبعدها اجى رجل يشتغل بالفندق وقال انه اكو نزلاء اسبان سكنوا هنا قبل ايام، وهم طلعوا 5 من عندهم، لكن واحد من عندهم رجع اليوم وهو ويا النزيل المتبقي بغرفته. والنزيل هو شخص غريب الاطوار ما يسمح انه ننظف الغرفة. فالمحققة اخذت الشرطة وصعدوا للفندق، وميرا راحت الغرفة تسجيل الكاميرات، وهنا كيلا اخترقت الكاميرات وطفت كاميرات الفندق بالكامل. اما برلين وداميان فهم طلعوا من الغرفة وختلوا بالمخزن، ومن المخزن وصلوا لغرفة التنظيف وتنكروا بملابس السواق وهربوا من الفندق. وبعدها سوسي قالت الكاميل اتصل ببرلين واطلب من عنده جزء من الفلوس، وهذا هو ثمن سكوتك عن الجريمة، وفرانسو خليه بالسجن، وبهيك حالة انت ربحانة. فكاميل اقتنعت بكلامها. وبلي روي وكاميرون وصلوا لأسبانيا، وبروس وكيلا ايضا وصلوا لأسبانيا عن طريق البحر. اما برلين وداميان فهم وصلوا لأسبانيا عن طريق البايسيكل، وهم التقوا بالفريق هناك. وبعد مرور 5 أشهر على السرقة كاميل قدرت انه توصل المكان برلين، وهي عرفت عنوانه من خلال المقهى اللي يتواجد به، فهي راحت له. وبرلين قال لها
لانه انا كنت اتجسس على زوجك واني حبيتك وما قدرت اوقف السرقه، او كامل كانت حاطه تسجيل او سجلت كل كلامه. فبعد هالمحققه فقدت الامل بهاي القضيه لانه ما عندها ادله توصلهم للعصابه، او سيارة قالت لهم انهم ربحوا هاي المعركه بس راح يرجعون للسرقه او راح نقدر نلزمهم. وبثانية كاميل راحت لبرلين هي وسوسي او قالت له انه احنا عندنا دليل ضدك، او لو تنطينا 40% من السرقه لو نسلمها للشرطه. فبرلين قال لها شنو الدليل اللي عندك ضدي، وهي شغلت التسجيل وتبين ان المسجل هو سجل اغنيه لانه برلين كان كاشفها او عرف شنو سبب جيتها. وهو قال لها انه علاقتي بيك ما كانت نزوه ولا كانت غايه ابدا، بالعكس انا كنت اخاطر بتعريض السرقه للخطر، او كنت اعرض فريقي للخطر في سبيلك انت، او ما كنت ناوي اتركك ابدا، ورغم ما عندك دليل ضدي انا موافق انطيك 40%. فهو طلع لها 3 مليون يورو او قال لها الباقي يوصلش من ينباع بقيه المجوهرات. فهنا كاميل اخذت ورجعت لباريس، وهي ما حكت للشرطه عن برلين. وباليوم التالي برلين اتصل بداميان او قال له انا خسرت حصتي من السرقه او لازم نخطط على مود نسرق سرقه جديده. وبالفعل داميان وافق، او نعرف انه اكو سرقه راح تكون بعد اكبر من هاي السرقه لان هو كان يريد ان يطلع حصته اضعاف. ولهنا تكون نهايه المسلسل. تقدرون تتابعون قناتنا الثانية الخاصة بالأفلام والمسلسلات الكورية والآسيوية واللي يكون اسمها مستر كوريا. مشاهدة ممتعة.